اللي خلق الخلق شامي ومغربي، ابن البلد وابن العرب والأجنبي. يا شمس هدي وود حدي وغربي، ونبتدي الجول بالصلاة على النبي، ونبتدي الجول بالصلاة على النبي. سادك وخالد ابشير. عمل ايه يا عم؟ ده عامل الجبنيه ما فيهاش ريحه المرجلس، شغل ولاد ليل صحيح. وريبان ولاد ليل، صابر مش هيطب على البلد ويسرق زرايق وينكب حيطان، لا، ده فاهم ان انا بوضب له ضربه انه ما يقومش منها، علشان كده قال اتغدى بيه قبل ما اتعشى بيه.
مش رجعي. امر جنابك يا عم. فين كل الرجال اللي لمتهم؟ موجودين في بيوتهم يا سيدنا لغايه ما نبدا عليه. اجمعهم كلهم ووزع عليهم سلاح وغفر عشان يحكموهم، واقطع طريق العزب والطاحونة القديمة، واستنى مني إشارة هناك. أمر الجنرال. هتعمل إيه يا فتح الله؟ هعمل اللي لازم يتعمل أبشير. إيه اللي جرى يا عمدة دي؟ المنصر هجم على السرايب وولع في الجيران والبيوت. مش المنصر اللي نعرفه الحاج عبد الخان، لا، دول رجالة عنوان أبو حجر وصابر الحسيني. الأهالي مدمومين على الزراعية يا عمدة، وحالتهم كرب، وبالأخص الغلابة اللي فيهم، اللي الواحد منهم ما عندوش من جنس البهايم لا بقرة ولا عجلة ولا حتى حمار. وهم الفلاحين الخلابة بس يا شيخ يونس، دي النصيبة جمعت الكل، البلد اتنهبت واتحرقت. اهي جربت تنطفى اهي. المهم اللي يمد ايده ويساعد دلوقتي. كل السخوية حيمدوا ايدهم ويساعدوا، حيساعدوا اللي اتحرقت بيوتهم واللي اتسرقت زرايبهم. احنا في ايه ولا في ايه دلوقتي؟ خلونا في النصيبه اللي صابت البلد وخلتها سايبه ملهاش حاكم. بالقول وتلقى حلمين يا كبير الحسيني. صل على النبي يا عمده، اكيد الحاج عبد الخالق ما يقصدش. والله يقصد، مش مهم، بورانا الاهم. روح على فرشتك يا حاج عبد الخالق، وبكره الصبح هتعرف الاخبار. بطلوا، كفاياكم رجال انتوا ولا حريم. مش عايز اسمع راجل في بشنين بينوح بدل النواح. تعالوا معايا نمسك اللي عملوا كده ونعذبهم. ما تبكتناش يا سيدنا، وبدل ما تشبهنا بالحريم قول لنا كانوا فين غفرك ورجالتك والمنصر بينجبوا الزرايب ويحرقوا في البلد. وانت نفسك كنت فين يا عمده؟ لا انت ولا هو غلطانين، أنا اللي غلطان، أنا العمدة، والمفروض أحافظ على أموالكم وأرواحكم، وده اللي أنا هعمله. جبنا وعلى أخوانا خدونا، واللي له واللي سهو. جبنا وعلى أخوانا خدونا، واللي له واللي سهو. خربوا الزرايب جردونا، وضاع شجل الموسم يهو. وأهين يا لين، ما كنتش مصدق عيني. كل الناس دي من بشنين وعزبة السخاوي والصيادين والكام عزبة اللي حواليني، ازاي قدر فتح الله يلمهم في ساعة زمن واحدة ويجري بيهم على الطاحونة؟ عينيه بتلمع في غبشة الليل زي جمرتين نار، والعبسة في جبينه مليانة غضب وعزم. على قد ما هيبته نزلت في قلبي، على قد ما كنت خايف عليه، وقلت لاني خايف منه لبشير يونس. في الظروف اللي زي دي العمدة لازم ان يوري للكل انه قادر يحميهم من اي خطر. وفتح الله لو طلع الطلعه دي الليله دي كان من الصبح صابر الحسين هيركب العموديه. ايوه بس دي مش حرب اسياد ضد اسياد، مش ابو زيد بيحارب دياب ابن غانم. فتح الله رايح يتعارك مع منصر وولاد ليل ما عندهمش لا اخلاق ولا دين. الحرب هي الحرب يا حسن، انت ما قريتش ولا سمعت عن الحرب اللي شغاله في اوروبا كلها ومولعاها نار؟ لا طبعا قريت وسمعت، دي مش اوروبا بس، دي وصلت الحجاز كمان. هي دي الحرب بقى يا حسن، ما فيهاش لا اخلاق ولا مروه ولا اي حاجه من الاحتمالات الانسانيه اللي بتتكلم عنها دي. واخوك عارف كده كويس. عشان كده هيتصرف حسب عقله ما يدله. ايوه تقصد يعني ان العقل الاول وبعد كده اي حاجه تانية. الله ينور عليك يا شيخ حسن. يلا بينا بقى نحصل العمد. يلا بينا. Thank you.
مكسور ابن ست اخواتي. يبيتها ازاي؟ ده موضب ومرتب عشان يعمل ديه الليله. كنت فاكر العلوان لما احنا هجمنا عليهم هيتلتشموا. هو مين ده؟ ده الشويه اللي عشرت فيهم فتح الله الحسيني كشفتني معدنه. طلع معدنه ايه يا علوان؟ ذهب ولا قشره؟ حديد يا ابو فتحي، والاصلح نتفاهم معاه. نتفاهم مع مين يا بني ادم؟ انت اتخبلت في عقلك؟ اهو بص كويس وشوف، ده لم الفلاحين والصيادين على التمليه والوزاريه ومسكهم سلاح. عمل اللي السلطه ما قدرتش تعمله لما كانت بتلم الانفار. مالك يا علوان يا ابو حاجر؟ خايف ومرعوب وركبك بتخبط في بعضها. ما رجالتنا هم واقفين قصادهم راس براس، ويلا بينا نقف معاهم. هنعمل ايه؟ هنلف من وراهم وناخدهم على اخوانا. يلا بينا يا علوان. طيب اسبق انت واني وراك بحمي ظهرك. ولا يمحي عنا إلا طرنا، والكل جان وصال وجال. ولا يمحي عنا إلا طرنا، والكل جان وصال وجال. ويسطروا البيجان سطرنا، وجفلهم وقفة رجال. واهين يا ليل صابر هرب مني يا سيدنا، اني ما استاهلش افضل شيخ غفر. صابر ما هربش منك يا مشرقي، صابر هرب مننا كلنا. عايزين تعرفوا عمل ايه كمان؟ ساب رجالته المنصر اللي معاه وهرب، اتسحب على البلد وخد امه واولاده وقال يا فكيك. جن مصور وهو غار في 60 داهية، هيفضل طول عمره طريد وشريد. الحمد لله كل اللي اتنهب من الزرايب رجع لاصحابه، والارض اللي اتحرقت هنعوضها لهم. أنا عايزكم تنسوا صابر وموال صابر، وتعرفوا إن عمدتكم سهران عليكم ما بيغمضش عينه لحظة. تفضلوا تفضلوا ناكل لكمة سوا. وأنت يا شيخ الغفر شيل بندقيتك. ودول يا سيدنا بيت العدة والكرباج مش هيساهم. دول تحبسهم في بيت صابر اللي فضاه وتفش، وتقوم عليهم حراسة. إلا علوان تحبسه لوحده هنا في بيت العده والكرباج. اني رجلك في الاول والاخر يا عمده، واذا كان النفر بيغلط وربنا بيعفي فاني طمعان في عبد زيي. شيل بندقيتك. اضربني بالنار بايدك وما تحبسنيش يا فتح الله. العفو عند المقدره يا عمده. وعنوان ابو حجر خدمك زي ما خدم العمده اللي قبلك، وسخن غلط فديه من عزم الكف اللي ديتهوله لما خلعته من مشيخة الغفر وليت مشرقي بداله. المشكلة ما كانتش في علوان والكام غفير اللي سحبهم وياه، المشكلة كانت في صابر الحسيني وهو هرب، والمنصر اللي معاه وجعه في ايديك وما عادش منه خوف. له انت بالك ان صابر حيسكت؟ صابر دماغه انشف من الحجر، ولولا انه خايف على امه واولاده وبقيت اهل دار الحج صادق كان سوى الهوايل. يعني انت كده بتحبه قوي يا حج؟ ايه بتقول ايه يا سيدي الايروان؟ سمعك بتتكلم عنه زي ما يكون ابو زيد الهلالي ولا الزناتي خليفه. طب حوش السم اللي بينقط من لسانك يا مولانا، وما توقعش بيني وبين فتح الله. اني كل اللي اقصده اواعي عمدتنا عشان ما يطمنش ويقامد ويفضل مفتح عينيه. أني لساني بينقط سم يا عبد الخالق؟ هي حصلت؟ اخص عليك رجل غلط. بالإذن يا عمده. بالإذن يا شيخ البلد. استنى يا شيخ حامد.
حقك علي أنا. يعني لا يمكن يجمعني مكان فيه الراجل ده أبدا. لا حول ولا قوة إلا بالله. هم وراه يا حاج عبد الخالق وصالحه. ده انت انتو جرايه يا يونس يا سخاوي انت كمان. أني عبد الخالق الحسين كبير الحسينة وعين أعينها أجري ورا الشيخ بعجر ده؟ لحد كده وكفاية يا حاج عبد الخالق. انت واقف في دواري وفي حضرتي، واحترامك للناس اللي موجودة من احترام عمدتك. ما قلناش حاجة، بس ما تسمعش الوسواس اللي حواليك وتعادين يا ابو اسماعيل. وافتكر دايما ان وتد البلد دي، ولو كنت عايز ابقى عمده كنت بقيت قبلك وقبل اللي قبلك. سلام عليكم. حرص من الراجل ده يا جناب العمده. الله اكبر عليك يا حسن، كانك نطقت باللي في صدري. ما تخافش، أنا يا سيدي واخد بالي كويس قوي من اللي بيكرهوني. يلا اطلع نملك شوية، انت فضلت سهران معانا في الليلة العجيبة دي. حاضر، بالإذن يا حاج يونس. بالإذن يا أستاذ بشير. مع السلامة يا شيخ حسن. أشوفك تاني يا حسن. حسن أخوك دي عنده عقل وذكاء أكبر من سنه بكتير يا عمدي. احنا قضينا مع بعض الليلة بتاعت المعركة المهولة دي اللي أثبتت لي إنك مش هتبقى مجرد عمدة على بلد صغيرة وكم عزبة حواليه. ده انت وراك ياما. تغير فيه ايه عن صاحبك القديم؟ لا تغير كتير. هيجي الوقت أقعد معاك وأقول. والحد ما يحين الوقت ده بينا نروح يا بشير ونسيب العمدة يريح جدته وينام له ساعتين. لا لسه شوية، الأول نفطر وبعدين أروح مشوار صغير وأرجع أنام بقيت النهار. ثلاث ورادي عشان الكل ينام وما نسيبش البلد من غير حراسه، وانتوا دوركوا بعد العصر ما يد. طب والاهالي اللي خرجوا معانا ليله امبارح يا سيدنا ووزعنا عليهم سلاح؟ ايه ده؟ هو انتوا ما جمعتوش السلاح؟ السلاح كله اتجمع وتشوم في السلاح ليه؟ وده كان اول امر لسيدنا العمده بعد ما جينا. واني ما اعرفش يا شرف. انا كنت فاكرك عارف يا شيخ الغافر. الله، ده مين اللي جاي هناك ده؟ يوه، ده علام الإيرواني. ايه والله صحيح، هو كده يختفي فجأة ويجب فجأة. سلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا رواني، فينك يا راجل؟ كنت في مأمورية والوقت سرقني يا شيخ الغفر. العمدة جوا في الدوار. العمدة في مشوار صغير. بقول لك ايه، ما تروح تستريح من تراب السفر وترجع له اخر النهار. ساكت ليه يا عمده؟ تخني وخلصني. انت صحيح تستحق الضربه بالنار، لكن مش بايدي. انت تترحل على سجن المركز، وهناك يعملوا لك مجلس عسكري يحكموك على تهمه الهروب من الخدمه وسرقه سلاح ميري وتشكيل عصابه من المجرمين واللصوص والاشتراك في نهب بيوت الاهالي. تهمه واحده من دول ترمي في الحبس المؤبد، الثلاثة مع بعض تتحاكم عليهم، ادولك إعدام بفرقة ضرب نار. هاني موافق، بس تنفذ الحكم بإيدك دلوقت. هاني مش جلاد، ما أقدرش نفذ القانون بإيدي. مال جاي ليه يا عمدة؟ تتشفى فيه؟ ما صدقهاش، لأني عارفك مالكش في لعب الصغار. ما
وانا هقول لك انا عايز ايه. واني سامعك وخدامك يا سيدي. وانتوا شغلتكم تدوروا لي على شميس وشله السعدان ومجاور وعباد وتجيبوهم من تحت طقطيق الارض، ويمين بالله لو الشمس غابت النهارده من غير ما تكونوا حاضرين قدامي لك الضرب. شدد على غفرك ليه يا مشرقي؟ دول هيقعوا من طولهم يا راجل بعد ما هلكوا في حرب الليله اللي فاتت. وانت ايش دراك باللي حصل الليله اللي فاتت يا علام؟ انت لسه يا دوبك جاي، وبعدين انت لسه قاعد. انا مش قلت تروح تستريح في دارك وترجع للجناب العمد اخر النهار؟ لما ابقى غفير عندك هنفذ اللي تقولهولي يا مشرقي. وبعدين بدل ما تبرطم بكلمتين من كلامك العادي اللي ملوش طعم، قول لي اتفضل جوه في مضيافه الدوار. محدش بيدخل المضيافه الا لما يكون جناب العمده موجود. اكده يا جدع، فرق ما بينك وبين علوان ابو حجر زي ما بين السماء والارض. الله يسامحك. عليا يا مشرقي، انا عارف انك بتشتمني. صلى على النبي يا شيخ الغفر وروح شوف حالك، انا قاعد مستني العمده لما يرجع. قلت ايه يا علوان؟ قلت ايه؟ قلت لي مش مصدق. هكذب عليك ليه؟ خايف منك ولا طمعان فيك؟ لا العفو يا سيدي، يعني لا يمكن استجري اكذبك، يعني بس مش مصدق يعني انك بعد اللي عملته معاك وغلطي في حقك مستعد تسامحني وتعفي عني. مش كرم ولا رحمة ولا طراوة قلب، ده مصلحة. وما دمت تقدر تخدمني هديك فرصة تانية. وهني خدامك يا سيدنا، واللي تأمرني بيه ينفذ في التو والساعة. ما انت عرفت اللي انا امرتك بيه ولا كرره تاني؟ لا يا سيدنا، حفظه من لحظة مخرج من بيت العدة واني وراه، مش حسيب مطرح يكون فات عليه ولا لابد فيه إلا ما اجلبه عليه. مش هسيبه يا سيدنا، وخط سيره هيبقى عند جنابك أول بأول. أنا عارف شطارتك يا علوان، لو رجعت لي بصابر مكتف وجر وراك هرجعك شيخ الغفر تاني. تفضل تفضل يا جناب العمد. تفضل علاء. يزيد فضلك يا جناب العمد. شرقي، علام الإيرواني تتفتح له المضيفة، ما يستناش برا الدوار. حاضر يا سيدي. اقعد يا علام، اقعد. مشرقي شوف اللي وراك، وانت شرف اقفل الباب وما تدخلش حد. بالاذن يا سيدي. انا عارف انك تعبان وما نمتش ليله امبارح، بس كان لازم ابلغك الاخبار اللي عندي. انا مش تعبان والحمد لله، ربنا مديني الصحه اطبق بيها يومين ثلاثه ورا بعض. ربنا يديمها عليك ان شاء الله. الاول بترجاك ما تاذيش مشرقي، دي حاجه بسيطه ومش مستاهله. زيه ازاي هو شيخ غفري، وبعدين هو مخلص وامين، لكن فيه عيب واحد بس، ما عندوش المخ ولا الذكاوه بتاعت شيخ الغفر الحقيقي، يعني مش زي علوان ابدا. طلعته يا عمده؟ بص لي كده ليه يا سيدنا؟ غفرك كلهم عارفين انك رحت له بيت العده والكرباج. ده مش سر، لكن محدش يعرف اني خرجته من الحبس. عرفت ازاي؟ بيقولوا انك ما حبستوش في دار صابر مع الباقيين، وبعدين رحت له لوحدك، ما خدتش معاك حتى غفير، تبقى كده عايز منه حاجه وتفصلوا عليها مقابل حريته، ولا اني غلطان؟ انت مش غلطان، انت بنقرك تتوزن بالذهب يا راجل. كل اللي عندك. الدنيا مقلوبه في المديريه في طنطا، والاشارات نازله ترف على بندر كفر الشيخ وبندر دسوق. الانجليز هيخرجوا الناس المحبوسين عندهم، وعايزين كل مركز يبلغ اهل الناس اللي غايبين منه ويستلموا اللي ليهم. اشاره جناب العمده. ادخل. الغفير ابراهيم استلم اشاره. ادخل يا ابراهيم. بالاذن يا سيدنا. ايه الاشاره دي؟ دي من المركز، بيقولوا ان حد من اهالي المحجوزين في الكامب الانجليزي في مطوبس ورشيد يحضر بكره ضروري في البندر. في يا عم؟ مالك ساكت فيه؟ اقول لك ابشر. شوف يا سيدي. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. اهلا 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 يا عمده. أهلا منور وجاي لحدنا بنفسك. كتر خيرك يا سيدنا. كتر خيرك انت يا ابو الحاج. اتفضل اتفضل وارتاح. اهلا وسهلا.
ما تتكلم بقى يا عمده تقول ايه الحكايه؟ المساله بخصوص المضاعه بشير، انا بس كنت خايف اقلق الحاج يونس من تقيلته. لا اقوم اني اطلب لكم الشاي واكمل تقيلتي واسيبكم مع بعض على راحتكم. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. في ايه غير موضوع المطبعه يا عمد؟ ايه المستعجل اللي جد وجابك لحدنا؟ ما انت كان ممكن تبعت اي غفير ينده. ما كانش ينفع يا بشير، انا ما حبيتش اقول للحاج يونس لان المساله لسه كلام في الكلام. مسالته بالظبط جعفر وحماد ماله؟ في خبر عنهم؟ بيقولوا الانجليز فكوا اسرهم وموجودين دلوقتي في البندر في كفر الشيخ وعايزين حد من اهلهم يروح يستلمهم. بقول تروح انت. شكرين يا ابو عبد الخالق على التوصيله دي. لا شكر على واجب يا سيدي، انا ما خلصنيش طبعا اشوفك واقف على زراعيه مستنظر ركوبه واسيبك. وما دوم تاني نازم طبيعي كفر الشيخ يبقى ايه المانع تنزل معاي؟ انما ما قلت ليش ليك مين محجوز عند الانجليز؟ هو يعني مش قريب قوي، يعني في مقام ابن اختي، حيالله ابن بنت عمتي، بس غلبان وملوش حد وبيعديني زي ابوه الواد الجولي الحسيني. الجولي اسمه ايه يا حاج بتقول؟ اهو الجولي عبد السميع الحسيني. ماشي، خد الحاج يتعرف عليه وابقى بصمه عند السور خليل وسلمه له. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، ممنونين. أنا مستنيك برا البندر يا أستاذ بشير. يا رجلي قوم سعادتك، خد الاسمين دول شوفهم لي في الدفعة اللي جوه ولا لا. أمرك فندم. يرجع مرجوعنا لحضرتك، قلت لي حضرتك بتشتغل إيه؟ أنا صاحب مطبعة ودار نشر. طبعًا مش هنا، أكيد في طنطا أو المنصورة ولا في المحروسة. لا هي الحقيقة أبعد شوي، في دمشق الشام. غريب. ادخل ادخل يا جعفر. جعفر اخويا. اسمك جعفر؟ اشتكى يا اخويا. اسمك جعفر؟ ازيك اخويا؟ صدفه عجيبه جوا اخويا، نفترق ونتغرب احنا الاثنين وبعدين نتقابل. صحيح مسير الحي يتلاقى. بسم الله ما شاء الله، ملامحك زي ما هي لكن جسمك يعني فارد كده وبقيت اطول مني. اللهم صل على النبي. امال فين حماد يا جعفر؟ جعفر ما بتردش ليه تكلم؟ حماد فين؟ الانجليز خدوه في ليله وما رجعش. انا كان ممكن احكي اي حكايه كده واقولها لهم وخلاص، بس انا ما حسبتش اللي حصل ده. الحاج نزل عليه سهم الله، دخل مقعده قفل على نفسه مش عايز يفتح لاي حد. وعمتك الحاجه روضه وقعت من طول، جبنا لها الحكيم اداها برشام ونامت ودموعها مورقه. قول يا جعفر كل اللي تعرفه الله لا يسيئك. انا مش مخبي حاجه يا سيدي، ولغايه الساعه مش فاهم اللي حصل. انا وحماد كنا مع بعض ليل ونهار ما بنسيبش بعض، لغايه ما طب علينا في اليوم الاخبر ده ضابط انجليزي باين عليه رب وكان في ايده كشف، ابتدى ينادي اسامي واحد من هنا وواحد من هناك لغاية ما بقوا تسعة، وبعدين وقف شوية كده وهو بيبحلق ناحيتنا وراح مشاور ناحية حماد وقال انت اسمك ايه؟ حماد قال له، راح مشاور العسكري اللي جنبه وقال له هاتوا، شدوا العسكري مع التسعة التانيين ومن لحظتها ما شفناش حد فيهم، ولما غابوا افتكرناهم انه مفرجوا عنه. وبقيت اقول لنفسي شوف الحظ يطلعوا ابن عمي ويسبوني. يعني انت قلت لي ان الضابط ما ندهش على حماد من الكشف اللي معاه، وانه بصلكوا وسألوا على اسمه، يبقى الضابط ما كانش عنده اسم حماد في الكشف. ده نقطة مهمة جدا، بس في رأيك يكون معناها ايه يعني؟ معناها ان فيه سر، السر ده الوحيد اللي يعرفه هو الضابط اللي جعفر بيقول عليه. اي ما هيكون ايه بس؟ اني سمعت انهم بيختاروا الانفار اللي ليهم في الفلاح ويشغلوهم في جناين الضباط والرؤساء بتوعهم، والصيادين والتمليه بيخدموا في البيوت
او شغلوهم سياس وكلفين في الاستبلاط. ايه صخره تاني؟ لا الموضوع ده ما ينسكتش عليه. انا من بكره هنزل المحروسه، هروح كل الجراد الكبيره المقطم والاهرام وهجري بالدنيا. استنى بس يا بشير، ما تقترش علينا سكه المسائل اللي ممكن تحل كل حاجه. سيبونا انا اتصرف، لو غلب حماري اقول لك يلا بينا على مصر ونولعها نار. الشاي يا سيدي. اشربوا الشاي لحد ما اجي. شرف ريعه كده، افتح السلاح ليك، عايز التليفون. التليفون ده بيطربني يابا، الجرس بتاعه بيخلينا اتفزز. ما هو ما بيرنش الا لما يكون فيه ضروره، وخصوصا لما الدنيا تمسي. الو، مين بيتكلم يا سنترال؟ بشنين يا جازي، العمده طبعا، محدش حداه تليفون غيره. اهلا يا عمدي، ازيك وازاي اللي حداك وزي حاجة ست. ايوه انا سامعك. عايزين نعرف حماد راح فين واراضيه فين دلوقت وهيرجع امتى. افهمني يا ابو عزاء، انا عايزك تروح للضابط اللي انت توسطت عنده وتفهمه وتقول له ان حماد السخاوي لو ما رجعش لاهله في التو البلد هتولعها نار. ها؟ لا ده مش كلام في الهوى، لان الانجليز غلطوا غلطه هتوضرهم. ايوه يا سيدي، نزلوا عساكرهم في البراري والهيش والسياحات، والشتاء داخل علينا. واني بقى عايزك تفهمهم الشتاء شكله ايه في البراري. بكره باذن الله هيكون عندك خبر اخر النهار. اطمن. الجزيه؟ لا بخير، كويسه خالص، وانت من اهل الخير، مع السلامة. استنى يابا. استنى ايه يا جازي؟ ده فتح الله قفل السك. كنت عاوز اكلمه. ما قلتش من بدري ليه؟ تحب اطلبه لك؟ لا، ما بقاش عندي نية كده، احسن. يا بنت اصبري، امك جاتلي في المنام ليلة امبارح ومعها طبق فيه جميز وتوت، وقالت لي اختار. قلت له الجميز، قالت لي يبقى اللي جاي. ولا منماتك حلوة قوي يابا، كتر منها. منماتي ودعواتي ما تنزلش الأرض أبدا، وبكرة تشوف. كنا نقول عليك ولي ونعمل لك مجال. احنا متشكرين قوي يا عمدة. لا شكر على واجب، وبلغ الحج والحجة بكرة ان شاء الله بعد المغرب هنكون عرفنا ايه اللي حصل لحماد بالظبط. بقى الحج عزام واصل لدرجة انه يعرف ضباط انجليز ولو حداهم كلمة. ايوه، اصلك انت غبت كتير عن البلد وما تعرفش اللي حصل فيه. شوف يا سيدي، البلد دي طلعت تجار كتير قوي، تجار قطن وحبوب وبقوا عيال، واولهم الحج عزام. تجارته دي فرعت لتسوق وكفر الشيخ وطنطا والمنصوره، ووصلت كمان المحروسه، وهو قاعد هناك دلوقت ما يجيش هنا الا فين وفين. عشان كده ابوك الحج اسماعيل كان عايز ياخد لك بنته، والحجه ست اخواتها عايزه تاخد لك بنت اخوها. قوم انت بقى جماعه الحسنيين، جاه ومال الحج عزام وارض عبد الرحمن السخاوي، وقمت مكمل الثلاثيه بنسب البرنسيسات. أرض ملهاش آخر وجوة تفل الحديد. قل أعوذ برب الفلق. بلك أنت، أني لو ما أعرفكش ومتربي معاك كنت قلت عليك بتحسدني. أحسدك؟ أبقى بحسد نفسي فتح الله. أهو زي ما قالت صفية هانم بالظبط، الصوابع والكعب بس. طب خلصي وبلاش غلب. وكفوفك يا ست؟ لا بلاش كفوفي الليلة، أنا ما أحبش أبقى مربوطة إيد ورجل. خلاص نخليها لبكرة. بس ايه، حنا من اللي وصى عليها حسان اليماني، سوداني اصلي. اوعي يا بنتي يا راضيه تكون سودة. هو انا مش حميز السودة من الحمرة برضو؟ اما انا بكره مجهزه لك حته نكشي هتخلي جناب العمده ياكل ايديك دي اكل. وهو سيدك العمده ايه اللي هيجيبه دلوقتي
روحي يا اختي للعروسه الجديده بنت البرنسسات، حنلها كفوفها هي اولى. انا يا ستي كانت تقطع ايدي قبل ما حن حد غيرك، وان شاء الله هحنيكي تاني على اسبوع العمده الصغير. العمده الصغير بالك هو اللي اني شايلاه دي؟ نادر عليا يا راضيه، ربنا اكرمني ورزقني بالولد لحلاوتك اللي انا عشمتك بيها تكون عندك قبل الاسبوع. كم ان مستر عزام سير؟ لا تمام. يس سير. كم ان بليز. السلام عليكم. مستر عزام، انت كلمت كولنر رايس كل في واحد ناقص من اولاد وي ريليست بالويم كده؟ اني فاهم كلام سعادتك. ايوه في واحد ناقص اسمه حماد علي جعفر السخاوي، واللي كانوا معاه في الاشلاق قالوا انهم خدوه، ولما خدوه اختفى. ايه دي اختفى؟ You mean disappeared? Yes sir, that's exactly what he means. Really? And what have you done about it, Colonel Rice? It's a very delicate situation, sir. And how is that? Would you please read these papers? All right. Take Mr. Azam with you. Let him have tea and cakes and come back to me in half an hour. Yes, sir. It's at them. Oh, my goodness. طب ما تهدى كده يا حاج وتفهمني ايه الحكايه. حاجه غريبه قوي يا لطيف بيه، ولغايه دلوقتي مش قادر اصدقها ولا عارف ارد على فتح الله اقول له ايه. طيب فهمني ايه الحكايه ورسيني عليها يمكن اقدر افكر معاه. انا كلمتك النهارده الصبح على حكايه الجدع ده اللي اسمه حماد السخاوي، ابن اخو شيخ البلد اللي الانجليز خدوه وهو ابن عمه وانفار تانيه في الغارة اللي عملوها ناحية البرولوس. ايوه بس انت قلت لي انك بدلتهم مع الجنرال الانجليزي اللي غاوي خيل ده. بالظبط، وسلمت المهرة لما وراني القرار اللي مضى عليه بالإفراج عن كل المحجوزين. وفجأة فتح الله كلمني امبارح وقال لي حماد دي ما رجعش. لابوه يعني يمكن هرب ده مات، ايه المشكلة؟ ازاي دي؟ وفتح الله يقول ايه لاهل الجدع بعد ما عشمهم ووعدهم انه حيرجع كل الانجليز خدوهم؟ سيبك من ده كله، العقده في اللي قاله لي النهارده حاجه مش ممكن تخطر على البال ولا على الخاطر. قال ايه؟ حماد السخاوي اتطوع برضاه وخطره في الجيش الانجليزي وودوه الهند. بتقول ايه؟ ودوه الهند؟ ده مش ممكن، دول عاملين عمله ويداروه. الكلام ده ما يدخلش على عيل صغير. وكمان برضا يعني اتطوع من حبه في الانجليز. ده كان اول واحد بيرجع المظاهرات اللي بتطلع من المعهد الديني في المنصوره، وهو الوحيد اللي مسك البوليس المصري من التلاميذ اللي حطوا في موقف الضابط الانجليزي بالطوب على كوبري طلخ. المساله دي فيها سر ابشير. طب والعمل يا عم؟ انا مش هسكت ولا هيرتاح لي بال الا لما اعرف فين حماد وايه حكايه الهند دي. مش بايده حاجه يا ابني، وما دام المساله فيها انجليز يبقى عوضنا على الله. يعني ايه يا رب؟ هنيأس نربط طوبة حماد ونقول احنا مش قد الانجليز؟ انا ما قلتش كده يا بشير، انا غرضي كله ما نلومش على فتح الله ونحمله مسؤوليه ملوش يد فيها وما يقدرش يعمل فيها حاجه. احنا بنلومش حد، هو اللي واخدها من باب ان العمده ومسؤول عن اهل بلده. كله حماد اتخطف بعيد عن بشنين وانه مش مسؤوليته، وكفاية عليه يتطقس ويعرف أخباره عند الكبارات اللي يعرفهم نسيبه عزام ويبقى كتر خيره. طب وانت يابا؟ أنا إيه يا بشير؟ حالك مش عاجبني يابا، متجلها على روحك قوي يا حاج. لأنها مش خفيفة أبدا. يا ريتها جت في جعفر. صحيح حماد مش ابني، لكن معزته اتزرعت في قلبي وقلب الحاجة روضة، ومن يوم ما بقى يتيم أمه وأب محبته زادت عندي، وبقى بقى لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. جرى إيه يا حاج؟ حمد كويس إن شاء الله، يعني هو غايب شوية وحيرجع.
زي انا فضلت يعني غايب جديه وجيد. ما زعلتوش عليا كده ليه؟ لا يا ابني انت حاجه تانية. انت كنا عارفين انت فين وكنت بتبعت جوابات، لكن طعمك المسكين دي كانه غرق في المالح. عشمنا في ربنا كبير يا حاج، وان شاء الله هيرد غيبته. واحنا مش هنسكت، مش هنحط ايدينا على خدودنا كده ونقعد، لا هندور وهنسال، ومش هنسيب سكه تقربنا منه الا ما هنمشي فيه. يا ريت يا ابني يا ريت، دي امانه في رقبتي. مش عارف هقول لعمك علي ايه يوم اللقا لما يسالني. ضيعت حمد ليه يا يونس؟ ضيعت حمد ليه يا يونس؟ ضيعت حمد ليه يا يونس؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا رايح أطل على أمك. السلام عليكم. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا أخوي. إيه اللي رجعك؟ ليك حاجة بلشنين راجع عشانها؟ ازاي بقى ماليش؟ أما عجيبة والله، أنت كنت عايزنا أفضل قاعد في كفر الشيخ؟ إيه اللي وداك كفر الشيخ من أساسه؟ ما أنت اللي بعتني مع أمي وأختي عشان أوضب لهم مكان هناك، وبعدين أنت كنت عايز تبعدهم عن الحرب اللي ولعت بينك وبين صابر الحسيني. وأنت قلت في عقل بالك خلينا هناك معاهم في كفر الشيخ لحد ما الحرب تخلص. الحكاية مش كده والله يا أخوي. الموضوع إن الشقة اللي احنا خدناها لهم هناك في كفر الشيخ كانت عايزة توظيف ووضبنا لها المول. ما تقولولش، حسابك معايا بعدين. الوقت تروح للحج عبد الخالق تحدد معاد فرحك على مول خير. ما هو انا قابلته، صادفني على الزراعية اول ما جيت وحلف عليا وخدني معاه عشان اتغدى بالعافية والله يا اخويا، واتكلمت معاه واتفقت. تقول لي ده المكتوب وحكم القضاء، ولا حالنا عن الاشياء ماشيه ورضا. هو ابن ادم ريشه طايشه في قضاء، ده الصبر طيب والسؤال له جواب. نعمل صواب تاخد نصيبك ثواب، واحسبنا عند الله في يوم الحساب، واحسبنا عند الله يوم الحساب. والصبر طيب، الصبر طيب، بحر الحياة متاهات وبر النجاة، في الغيب طايحة بما رياح القدر. في ايدينا دفة تحدد الاتجاه، وعجل يهدينا نفادي الخطر، ونشك سكتنا في قلب الضباب. صبر طيب لكل ده المكتوب وحكم القضاء، ولا حلنا عين الاشياء ماشيه ورضا. هو ابن ادم ريشه طايشه بقضاء، الصبر طيب والسؤال له جواب. تعمل صواب نصيبك ثواب، واحسبنا عند الله في يوم الحساب، واحسبنا عند الله في يوم الحساب. الصبر طيب، الصبر طيب، والصبر طيب، واللي يصبر ينول، واللي حلم وعيونه صحي يكون. وعدوا ان الدنيا دي بحالها نقول، وسعوا على الله للتجال والركون. تلاقوا توب العيشة زهزه وطاب،